يعني شفنا فيديو دم خفيف جدا، واكيد بيعبر عن سرعه محمد صلاح العاليه جدا، ولاعب مصري قدر ان هو يكسب حب وتعاطف كل الجمهور في انجلترا، ومش بس في انجلترا، في العالم كله، كل العالم بيتكلم على محمد صلاح. ربنا يكرمه يا رب ويزيده كمان وكمان. لسه مكملين مع محمد صلاح، ويعني اللافته احنا عارفين ان شعار ليفربول المشهير جدا انه بالانجلش يو ويل نيفر ووك الون، لن تسير وحدك. فيعني محمد صلاح ولاعب مصري، فبالتالي عملوا يافطه زي كده بس مكتوبه باللغه الفرعونيه، هتبان قدام حضراتكم على الشاشه. وطبعا اللغه الفرعونيه الهيروغليفيه، فاكيد طبعا محمد صلاح زي ما احنا قلنا يعني سفير مصري موجود في الملاعب الاوروبيه والملاعب الانجليزيه. يو ويل نيفر ووك الون، لن تسير وحدك، باللغه الفرعونيه الهيروغليفيه. وايضا لو هنتكلم على اللافتات، لو نروح سريعا لارض بقى الملعب ونشوف اليافطه اللي حطوا فيها، يعني احنا بنربط اليافطه باللغه الفرعونيه علشان الاثنين ليهم بعض. صوره محمد صلاح في الملعب، كل الجمهور او بعض من الجماهير الانجليزيه خلال مباراه ويست هام الاخيره حط صوره محمد صلاح على صوره ملك مصري في العصر الفرعوني، وده طبعا بيعكس حبهم لمحمد صلاح وتقديرهم ليه. وهنشوف يعني اللقطه كانت في مباراه ويست هام الاخيره، لو صوره يعني جاهزه معانا ممكن نعرضها للساده المشاهدين. طيب محمد صلاح في اسبوعه مش بس بيهتم بالكره القدم او بالبلاي ستيشن زي ما احنا بنشوف على معظم صوره وعلى الانستجرام، لا ده بيلعب رياضه جديده جدا وبيطلع غله زي ما احنا ما بنقول في رياضه، هي البوكسينج. محمد صلاح حريص جدا على انه يروح الجيم يلعب بوكسينج، وده اتكشف ازاي؟ اتكشف انه مش هو اللي نزل الصوره، لا ده كان احد المعجبين، هو كان طفل طبعا مشجع لفريق ليفربول، كان حريص جدا ان هو يلتقط صوره لمحمد صلاح من داخل البوكسينج كلاب او من الجيم لما كان بيلعب بوكس. يعني واضح ان محمد صلاح يعني بيطلع غله زي ما انا قلت في البوكس، يعني كمان متحمس جدا، لابس تيشيرت كات ولابس الجلافز ويعني عرقان، واضح ان هو بيتمرن جامد جدا وبيطلع غله في رياضه اخرى غير رياضه كره القدم. نرجع لصوره محمد صلاح و ذا كينج اوف ايجيبت او الملك المصري الفرعوني، ذا ايجيبشن كينج، الملك المصري. وده زي ما انا قلت بيعكس على انهم بيحاولوا كل اسبوع يبتكروا طريقه جديده لاسعاد هذا النجم اللي بيسعدهم في كل اسبوع وفي كل مباراه، وبيحطم رقم قياسي جديد سواء في مشاركته في بطوله الدوري او في الشامبيونز ليج. كلنا فاكرين قصه الطفل اوسكار مع محمد صلاح لما والدته اتكلمت على ان هو رسم حاجه او جمله ليها علاقه بمحمد صلاح، الجمله الشهيره اللي كانت بتنتهي، او نشرح تاني للساده المشاهدين عشان يكونوا معانا، في طفل اسمه اوسكار، ده طفل صغير في السن زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، ده طلب منه في المدرسه ان هو يكتب جمله تنتهي بحرف الاي او بحرف اي ان جي، فكتب محمد صلاح ذا ايجيبشن كينج. فبالتالي الكلام ده نزل على تويتر ومحمد صلاح اتعمل له منشن، ده اوسكار وده الهوم ورك او الواجب المنزلي اللي عمله اوسكار، وكان حريص ان يذكر فيه اسم محمد صلاح، ومامته صورته وعملت منشن لمحمد صلاح، محمد صلاح شاف الكلام ده على تويتر ورد على اوسكار وقال ان شاء الله او اراك قريبا. وبالفعل حقق محمد صلاح لاوسكار الطفل امنيته في مقابلته، وقابل محمد صلاح وتصور معاه. وعلى فكره مش اول مره محمد صلاح يعمل موقف الانساني ده، لا محمد صلاح كتير جدا من الاطفال والولاد الصغيره اللي كانوا حابين يتصوروا معاه او كانوا حابين طالبين منه تيشرت، وبصراحه ما تاخرش عليهم تماما. قبل ما نقفل ملف محمد صلاح هنتكلم على موضوع شغل كل المصريين في الفتره الاخيره، جاري نيفل. جاري نيفل لاعب مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي في احدى القنوات الانجليزيه، ورده على تويتر على بيرس مورجان. بيرس مورجان ده صحفي انجليزي شهير، اتكلم وقال انه محمد صلاح افضل موهبه او من افضل المواهب اللي جت في الدوري الانجليزي بعد تييري أنري. فالكلام اللي ما عجبش جاري نيفل، اللي ممكن بعض الناس صنفته ان هو ممكن يكون عنصري، قال ان محمد صلاح يعني ممكن يبقى كويس في نادي في احدى الدرجات الثالثه او الرابعه،
اسمه ساوثهامبتون سيتي. فبالتالي الكلام ده ما عجبش، يعني ده اقل فريق في مقاطعه مانشستر باكملها، فبالتالي الكلام ده ما عجبش كل الناس المصريه. حتى بيرس مورجان نفسه لما رد على جاري نيفل كان رده فيه حكمه وكان فيه عقل. احنا عارفين ان جاري نيفل كان ماسك فريق فالنسيا، ده يعني ده الرد. بس انا عايز اشرح لحضراتكم بس يعني ده الرد لما 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 اتكلم وقال بيرس مورجان، ان لما انت يا جاري نيفل تبص للمواهب المصريه، ده بدايه التويتر يا جماعه، ده مش الرد. ده بيرس مورجان لما اتكلم وقال ان محمد صلاح من افضل المواهب في الدوري الانجليزي سانس تيري اونري او مونز تيري اونري. بعد كده جاري نيفل رد عليه وقال ان صلاح ممكن يبقى كويس في نادي ساوثهامبتون سيتي وده من اقل الانديه في مقاطعه مانشستر. بعد كده يعني اشرح لحضراتكم قصه، يعني اكيد كلنا فاكرين ان جاري نيفل مسك فريق فالنسيا. فريق فالنسيا في الفتره اللي كان ماسك فيها جاري نيفل الفريق كان بيمر باسوا الظروف اللي كانت موجوده. خسر من فريق برشلونه 7-0 ودي من اكبر النتائج اللي خسرها فريق فالنسيا. جاري نيفل بدا حياته المهنيه عن طريق تحليل بعض المباريات اللي بتبقى موجوده على التلفزيون الانجليزي، والجميع اشاد بيه. حتى جوزيه مورينيو كان بيتريق على كل المحللين الانجليز وبينتقدهم، لكن الوحيد اللي ما كانش بينتقده هو جاري نيفل. فبالتالي فريق فالنسيا تعاقد معاه على اساس انه مدرب كبير جدا وهيقدر ان هو ينقذ الفريق من الموقف اللي كان فيه او الموقف السيء اللي كان فيه. لكن بعد ما تولى جاري نيفل المسؤوليه بدا انه يخسر بنتائج كبيره جدا، وبدا ان هو لا يعرف يكسب على ملعبه او خارج ملعبه. واكبر نتيجه لما كان بيتريق على فريق برشلونه بيقول ازاي فريق يخسر من برشلونه 5-0، لما مسك فالنسيا كما تدين تدان راح اخذ 7، وبالتالي نتيجه كبيره جدا. فلما رد عليه بيرس مورجان رد وقال لما مدير فني يبقى نظرته كده للعيبه الموهوبه ومحاربته ليهم اكيد امر وارد جدا وامر طبيعي هيكون الامر اللي حصل لك في فالنسيا وفشلك اللي انت فشلته في الدوري.